أهلا بكم. يعاني المختصون في صيانة السيارات في المناطق المحررة صعوبات كبيرة في صيانة السيارات على اختلاف أنواعها وتأمين قطع الغيار لها. نتابع. صعوبات يعني تجي من كثر عدة نواحي، يعني أول شيء القطع، ثاني شيء صعوبة إيجادها من عند النظام وتجيبها من برا، ثاني شيء المازوت السيء اللي عم يخرب السيارات هدول، وقطع جديد يعني ما عم تجي الأصلية بشكل عام، كلها عم تجي يعني تجارية، فعم نضطر نجيب قطع مستعملة، وقطع مستعملة كمان غير متوفرة بشكل عام، لأنه عم تجي كمان عن طريق النظام وعن طريق برا، الطريق برا ما بتجي غير جديد طبعا، غير عن طريق النظام، والنظام يعني صار عم يفرض يعني جمارك عالية جدا على قطع التبديل. بعد جفاف مراكز ضخ المياه نتيجة الاعتداء عليها في معسكر الإيواء الأول في بلدة زيزوم بريف درعا الغربي، لجأ السكان إلى جلب المياه من مراكز أخرى، الأمر الذي أدى إلى انتشار وباء بين سكان المخيم نتيجة تلوث المياه وانتشار أمراض الحمى، ما استدعى توجيه نداء استغاثة من قبل المسؤولين إلى المعنيين للتدخل الفوري من أجل المساعدة في التصدي للأمراض وإيجاد حلول للمشكلة. اول شيء نحن هون مخيم المركز الايواء المؤقت الاول في محافظه درعا، نحن مخيمنا هون بيحوي على تقريبا على 600 عائله، المخيم تعداد العائله تقريبا بتراوح 5 الى 6 اشخاص، يعني ما يقارب 3000 نسمه بالمعسكر. حصل بالمعسكر هون تفشي بعض الامراض الوبائيه مثل حمى مالطيه وحمى تيفيه، واجى فريق طبي اجرى بعض الفحوصات وتبين انه سبب الاصابه هي المياه الملوثه، وطبعا بعد الجوار الفنية المنتشرة بالمعسكر. فنحن بالحالة هاي منوجه نداء استغاثي للمنظمات الإغاثية والصحية والإنسانية أنه تبعث لنا فريق طبي يجري فحوصات على العالم هاي، لأنه بحاجة ماسة إلى مشان ما تزيد الأعداد المصابة بالأمراض هاي. وثاني شيء بدنا كمان يشوفوا لنا المي، يعالجوا لنا كمان موضوع المي، لانه نحن المصدر هون مصدر واحد اللي بيشرب منه 3000 نسمه، لانه راح تصير كارثه كبيره، لانه توثق عنا 37 حاله بهالاصابه هاي. وطبعا الاهم من ذلك انه المصابين ينتقصهم المادي انه يتعالجوا عن اطباء خاصه يعني، لذلك الى من يهمه الامر بنتمنى انه يغيثونا بسرعه بهالموضوع هذا يعني. وفي أسعار صرف العملات، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في معظم المناطق، ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار 530 ليرة للشراء و535 ليرة للمبيع، وفي حلب 536 ليرة للشراء و540 ليرة للمبيع. وفي أسعار الذهب، سجلت أونصة الذهب لهذا اليوم 1313 دولارا. أما في السوق السورية ووفق تسعيرة جمعية الصاغة، بقي سعر الجرام معياري 21 19400 ليرة، والجرام معياري 18 16629 ليرة. وفي أخبارنا العربية، قررت شركة تسويق النفط العراقية سومو إدراج ثلاث ناقلات شاركت في شحن الخام من إقليم كردستان على القائمة السوداء، في الوقت الذي تجري فيه مباحثات يشوبها التوتر بشأن تقاسم إيرادات النفط. القرار جاء بعد وقت قصير من قيام رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إلى بغداد بزيارة رسمية، وبحث مشكلة تصدير نفط كركوك عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، والذي أوقفه الأكراد نتيجة خلافات مالية.
أبرمت قبرص ومصر اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من الأولى إلى الثانية بمجرد بدء استخراجه من الاحتياطات التي اكتشفت قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. وكانت شركة نوبل إنرجي الأمريكية اكتشفت ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص أواخر العام 2011، حيث أبرمت مجموعة شركات من بينها شركات إيطالية وكورية عقدا مع قبرص للتنقيب في 3 مواقع قبالة سواحل البلاد. طالبا هندسة في غزة يبتكران نموذجا لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع بسبب الحصار. تفاصيل الخبر وأخبار اقتصادية عالمية جديدة في التقرير التالي. ابتكر اثنان من طلبة الهندسة في غزة نموذجا أوليا لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية على أمل حل أزمة الطاقة في المدينة التي تعاني من نقص في امدادات الوقود والكهرباء. ويعطل انقطاع التيار الكهربائي الحياة اليومية في غزة ويصيب الشركات والأعمال بالشلل. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القطاع المكتظ بالسكان يحصل حالياً على أقل من نصف احتياجاته من الكهرباء. أمر الاتحاد الأوروبي شركة أبل بسداد ضرائب قياسية قدرها 14 مليار ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد، بعد أن رأت المفوضية الأوروبية أن النظام الذي تستخدمه إيرلندا منذ سنوات لتخفيض ضرائب أبل غير قانوني. المفوضية أشارت في بيان لها أن أبل استفادت من معاملة ضريبية انتقائية في إيرلندا منحتها ميزة كبيرة على بقية الشركات، موضحة أن هذه المعاملة الانتقائية مكنت أبل من دفع ضريبة بنسبة 1% فعلياً على أرباحها الأوروبية في عام 2003، ووصولاً إلى نسبة 5% في عام 2014. أعلنت مجموعة النقل الفرنسية ألستوم أنها أبرمت عقداً تاريخياً بقيمة 1.8 مليار يورو لبيع قطارات سريعة من الجيل الأخير لشركة سكك الحديد الأمريكية. وقالت ألستوم أن هذه الطلبية لـ 28 قطاراً يمكن أن تقل عدداً يصل إلى 400 مسافر، ستحل محل القطارات السريعة السيلا الموضوعة في خدمة منذ عام 2000. وستربط القطارات السريعة الجديدة تي جي في بين بوسطن وواشنطن العاصمة الفيدرالية مرورا بنيويورك وفيلادلفيا لمسافة 730 كيلومتر. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة، ونعود الآن إلى الزميلة ميرا.